أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى في برنامجكم تعليم المسيح وبنشكركم على استضافتكم لنا في بيوتكم من خلال التلفزيون في هذه السلسلة بنتعلم من حياة المسيح مواقف عاشها المسيح وماذا علم المسيح عن الروح القدس للإجابة على هذا السؤال استضفنا معنا ضيف عزيز الدكتور فريد زكي يساعدنا في الإجابة على الكثير من أسئلة حول هذا الموضوع اهلا وسهلا دكتور فريد اهلا بيك احنا سعد بيك ونشكر ربنا انك قدرت ترتب وقتك وتكون موجود معانا النهارده ولبيت الدعوه دكتور فريد احنا بنتكلم النهارده عن موضوع التجديف على الروح القدس نعم انا حابب اقرا جزء من انجيل متى صح 12 اللي فيه المسيح اتكلم على هذا الموضوع وايه الكلام اللي قاله المسيح ايه خلفيته علشان نقدر نفتح الموضوع للنقاش مع بعض هنقرا من عدد 22 الجزئيه بتقول حينئذ احضر اليه مجنون اعمى واخرس فشفاه حتى ان الاعمى الاخرس تكلم وابصر اما الفريسيين فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين الا ببعل زبول رئيس الشياطين فعلم يسوع افكارهم وقال لهم كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرج من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق لذلك اقول لكم ان كل خطيه وتجديف يغفر للناس واما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس ومن قال كلمه على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي ايضا قبل ما ندخل على موضوع التجديف في الروح القدس الجزء اللي ارناه دوت في سؤال حياه ناس كتير تساءلت فيه هنا بيتكلم على شخص مريض جابوه المسيح مجنون اعمى واخرس فالمسيح شفاه، رد فعل اليهود اللي كانوا حواليه قالوا ده ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين نعم فهم كان طبعا اعتقادهم ان هذا المرض الجنون والعمى والخرس هذا نتيجه عمل شيطان سكنه الروح الشريره سكنه روح شريره مم. طب إزاي الله المحب القدوس الطاهر الذي خلق الإنسان على صورته وكشبه يعطي لإبليس السلطان أن يتحكم في الإنسان بهذه الطريقة إحنا مش هنلقي باللوم على الله في موضوع سكن الأرواح الشريرة في أجساد الناس الله ليس إطلاقا مصدرا لأي شر نجد حادث بين البشر لكن من بداية قصة الإنسان وتاريخ البشرية م. الإنسان اختار بمحض إرادته إنه يقف في صف الشيطان ضد الله بدءًا من دخول الخطية بدءًا من جنة عدن يعني جه الشيطان يشكك في الله فإلا اللي حصل؟ حواء صدقت الشيطان فكذبت الله تصور واحد تصور إنسان بمطلق إرادته بيسلم فكره وارادته للشيطان هذا العدو المدمر هذا العدو ابليس هو عدو لله اساسا ثم للانسان الذي خصه الله بمحبه ومعاملات خاصه جدا الشيطان بيكره الانسان فمن ضمن كرهه للانسان انه اول ما تتاح له فرصه أن يدخل في انسان طبعا الشيطان بيقدر يستعبد الانسان بخطايا بعادات بشرور ثم لو اتيحت له الفرصه يدخل جسده كمان بيدخل جسده ازاي بطرق كتيره مش دي موضوعنا لكن اللي انا اعرفه اي شخص بعيد عن سلطان المسيح في حياته ويقترب من مملكه الشيطان سواء عن طريق السحر او العرافه او مجالات التعامل مع الارواح الشريره فهو يفتح نفسه ليه؟ سكن الارواح فبيفتح لنفسه باب المشاكل بيفتح لنفسه باب الارواح الشريره انها تعذبه من طيب. بره او تدخل جسده طيب اذا اللي انا بس عايز اقوله اجابه عن سؤالك اخ سمويل انه الله مش المسؤول احنا ليه بنلقي بتبعيه كل مشكله تحدث بين الناس نقول ربنا هو اللي عمل ربنا ما عملش احنا بننسى ان الانسان اختار اختار الشيطان ورفض الله طب ادي النتيجه طب ليه ربنا ما القدره للانسان ان هو يقاوم الشيطان او اصلا يقول للشيطان لا ما تنفعش تعمل كده مش هو صاحب السلطان اه الانسان بدون سكن الروح القدس فيه نتيجه ايمانه بالمسيح يقف عاجز امام الشيطان سواء امام استعباد الشيطان للخطيه او امام سكنه الارواح الشرير صار حضرتك بيت متساب مفتوح ملهوش رب ملهوش صاحب يدخلوه الحراميه ولا لا بيت طبعا. بيت كويس ومفروش مفيش مالك ليه الابواب مفتوحه اي حرامي يدخله ادي بالظبط الانسان دكتور فريد في اسئله كتير في الموضوع ده لان حضرتك الكلام اللي بتقوله محتاج نقاش لان بتوصلنا اسئله كتير من الساده المشاهدين في هذا الموضوع أي. لكن اذن لي ان ناخد فاصل فضل. ونرجع نستكمل الحديث معا عزيزي المشاهد هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل الحديث مع الدكتور فريد عن موضوع الارواح الشريره والتجديف على الروح القدس لكن نحب نسمع منكم ونحب كمان لو انت محتاج الكتاب المقدس نبعته لك هدية مجانية هتظهر البيانات على الشاشة من فضلك خد التليفونات واتصل بينا ونحب نسمع منك لكن نلتقي بعد الفاصل <applause> اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل نستكمل الحديث عن التجديف على الروح القدس واعمال الشيطان في حياه الانسان ومعانا الدكتور فريد ذكي بنشكرك دكتور فريد على وجودك معانا في هذه الحلقه شكرا قبل الفاصل كنا بنتكلم على الانسان المجنون الاعمى والاخرس ومن القصه فهمنا ان هو كان عليه ارواح شريره لا. والمسيح خرج الشياطين اللي عليه وكانت النتيجة ان هو شوفي أيوة. آه وكنا بنتكلم ليه الله بيسمح بان الشر يكون موجود في حتة الانسان ليه ما ادانيش القدرة والمناعة على مقاومة الشر او ليه مثلا ما وقفش الشيطان وعمل الشيطان من الاصل ليه بيحطني في موقف ويجربني بيه ليه بيحطني مسؤول وهو اللي عمل ده كله لان الانسان مسؤول اللي بيقول كده بمرة بي تاني هقول بيبعد عن نفسه فكرة أن الله ميز الإنسان ككائن عاقل بأن عنده إرادة كلمة ليه الله ما منعش عني يترد عليها طب هو أنا ليه سايب حياتي مفتوحة للخطية وللشر ليه أنا ما خضعتش لربوبية المسيح أنا اتسألت السؤال ده أكتر من مرة برضو من بعض الأصدقاء وكلهم كانوا غير مسيحيين آه. قالوا لي موضوع سكن الارواح الشريره علاجه ايه سببه ايه قلت لهم السبب ان الشيطان من يوم ما الانسان بعد عن الله سلم دفت حياته للشيطان مم. طب ايه الوسيله الوحيده للتحرر من سكن الارواح الشريره لا وسيله الا اسم الرب يسوع المسيح هو اللي امامه ترتعب الارواح الشريره وامامه يخر الشيطان وامامه ممكن اذا الشخص دعا باسم المسيح من قلب وامن يحرر من قبضه الشيطان. شوف هنا الرب يسوع عمل ايه مع الروح الشرير في القصه اللي انت قريتها. كلمه صغيره فشفاه احضر اليه مجنون اعمى واخرس امر فشفاه حتى ان الاعمى الاخرس تكلم وابصر. قصص اخرى اللاجئون اللي كان بيعيش في القبور في منطقة الكورة الجدريين كان في لاجئون وكلمة لاجئون يعني يقدر عدد الأرواح الشريرة الساكنة فيه من 2000 ل 6000 تتصار عاملين إيه في الراجل ده بكلمة من المسيح ده واحد بيكسر الدنيا بالظبط أخرجوا ورحموا وحولوا إلى شخص تاني جالس ولابس وعاقل وأصبح كارز للمسيح اللي حضرتك كنت قلت لنا في الاول ان عندنا قضيه التجديف على روح القدس هنا لا قبل ما ادخل في التجديف على الروح القدس الجزء اللي قرناه هو مليان اسئله كثيره بصراحه لكن نحاول نختصر جزء منها اتفضل آه اليهود لما شافوا الكلام دوت او الفريسيين آه قاده ايوه. الدين اليهود قاده اليهود اه اللي هم عاوزين يهاجموا المسيح وتعاليمه قالوا عليه ان هذا لا يخرج الشياطين الا ببعل زبول رئيس الشياطين فعلم يسوع افكارهم وقال لهم كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرب مم. الرد ده ده معناه ان ما ينفعش اليهود بيقولوا ما ينفعش يطلع الشيطان الا رئيس الشياطين أي رد المسيح نفهم منه حاجتين ان هو ليه سلطان اكتر من رئيس الشياطين نمره اتنين علم افكارهم مين يعلم افكار الناس افكار اللي ما تكلموش بيها غير الله الخالق انا بس عايز ارجع رجوع صغير واقول اشمعنا هنا الفارسيين اتهموا الرب يسوع بهذه التهمة الرهيبة اللي هنفهم أنها ملهاش غفران لما قدام كل الجموع المسيح شفى الأعمى الأخرس على طول الشعب اليهودي فهم أن هذا هو المسيح ابن داود الذي تنبأت عنه النبوات هذا الأمر أغضب الفريسيين جدا لأن هم كان كل هدفهم طوال خدمة المسيح أن يبعدوا عنه هذا الامر جواهم قناعات ان ده المسيح ده المسيح ده الموعود بيه ده اللي جات عنه مئات النبوات في أكثر من 300 نبوة في العهد القديم بتوصف المسيح ادي هو جه المواصفات تمت في الشخص يبقى هو ده المسيح ومن ضمنها انه لن يفتح اعين العم الا المسيح ولن مم. يجعل الخرس يتكلمون الا المسيح دي واضحة في نبوات العهد القديم فاليهود بقى يعني اتحطوا في مأزق فعشان يطلعوا من المأزق وقعوا في مصيبة ان هم نسبوا القوة التي اخرج بها المسيح الروح النجس ان هذه القوة هي الشيطان نفسه وكأنهم يقولون ان المسيح لا يسكن فيه الروح القدس بل يسكن فيه الروح النجس مم. بعل زبول رئيس الشياطين وللأسف كلمة بعل زبول أو بعل زبوب كما تأتي في العهد القديم ده اسم إله وثني كان الصيدونيين يتعبدوا له ومعناه سيء جدا معناه إله الذباب فيعني الطارد للذباب فهم يعني اتهموا المسيح باتهام رهيب جدا نسبوا القوة التي تعمل فيه أنها ليست قوة الروح القدس بل قوه الشيطان بينما نحن نعلم ان المسيح من وقت معموديته حل عليه الروح القدس امام كل الشعب ويقول لنا الكتاب انه رجع الى الاردن ممتلئا من الروح وكان يقتاد بالروح وكان يسوع يعمل كل معجزاته بقوة الروح هو نفسه قال لهم بعد كده إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين بأصبع الله أخرج الشياطين كويس؟ هم بقى عكسوها علشان يتهموا هذه التهمة طب هم جد يعني اتهموا المسيح أنه بروح الشيطان يخرج الشياطين جدا قالوا جدفوا اللي هو المسيح هنا وضحه السيد المسيح لكل المجد وضحوا بان ده تجديف على الروح القدس أي. طب احنا بنعيش في عصر ناس كتير بتشتم عن المسيح والمسيحية وطريق المسيح وي وي أي. لانهم ما يعرفوش أي. هل هذا تجديف على الروح القدس او ما هو التجديف على الروح القدس طيب خلينا نفرق بين التجديف العام والتجديف على الروح القدس ما هو التجديف على الروح القدس تعريفه ببساطة التجديف على الروح القدس هو ان شخص ما شخصا ما ينسب ينسب اعمال المسيح بقوه الروح القدس انها اعماله بقوه الشيطان وبالتالي ان ننسب القوه العامله في المسيح ابن الله انها قوه الشيطان الشيطان بحسب راي كثير من ثقات المفسرين يا اخ سامويل إن هذه الخطية ترتبط بصفة خاصة بالشعب اليهودي. ليه؟ لأن المسيح جه في وسطهم، شافوه بعينيهم. البراهين كانت كتيرة جدا إن ده المسيا، المسيح إبن الله. إن هو ده اللي وعدت عنه النبوات. العهد القديم. شافوه وبإصرار قالوا له مش أنت، طب القوة دي إيه؟ قالوا له ده أنت فيك. رئيس الشياطين. عشان كده قال لهم طيب. هذه الخطيه التجديف وما قالش على الابن قال على الروح وهوضح حالا قال لهم هذه الخطيه لن تغفر لا في هذا الدهر ولا في الدهر الاتي شوف يقول ايه من قال كلمه على ابن الانسان يغفر لي واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاتي وبالاتي يقصد بيه ايه الاتي طبعا مش الابديه مش الاخره يعني ما خلصت تبقى الامور استقر كل واحد في مكان سواء في السماء او في جهنم لا الدهر الاتي هو تعبير في العهد الجديد يعني فتره ملك المسيح الحرفي على هذا العالم فهيكون في يهود تاني ومن الممكن ان تبرز هذه الخطيه عندما يروا المسيح كالملك موجودا في وسطهم اما بقى التجديف على الروح القدس ده التجديف على الروح القدس اما التجديف على ابن الانسان انا اللي فات ده اللي فات ده تجديف, تجديف على الروح القدس اه ايه بقى التجديف على ابن الانسان حضرتك سالته أه. لذلك اقول لكم كل خطيه وتجديف يغفر للناس في مثال في امثله في الكتاب اشهر مثال بولس الرسول انا الذي كنت قبلا مجدفا وكان بيجدف على مين على يسوع الناصري ومضطهدا ومفتريا رحمه ولا ما رحموش رحمه <applause> رحمه يعني لو حد بيتشكك انه ممكن ربنا يرحمه ويغفر له خطية انه هو كان بيجدف على المسيح وبيقول ده ولا ابن الله ولا حاجة ده مجرد رسول او نبي عادي او شخص ادعى الالوهية ويستاهل انه يتصلب او لا ولا اتصلب ولا حاجه انت عارف كل الاراء كل تجديف يغفر للناس ايوه وحاصل وياما ناس شفناها كانت بره المسيحيه وكانت بتجدف على المسيح وبعدين يعني نعمته افتقدتهم وجابتهم وقالوا ياما يا ما جدفنا عليه لكنه غفر لنا وقبلنا ورحمنا دي تختلف تماما عن التجديف على الروح القدس وده بيدي الامل والرجاء للناس 100% مية 100% انا عايز اقرا تاني النص وارجو المخرج يحط لنا الايات اللي جايه دي متى 12 31 الى و32 لذلك اقول لكم كل خطيه وتجديف يغفر للناس انا هحطها رول قانون كل خطيه وتجديف يغفر للناس من القائل رب المجد نفسه الذي بيده سلطان الغفران واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس وفهمنا ايه هو التجديف على الروح وانه خطيه ترتبط بالشعب اليهودي بالذات ومن قال كلمه على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآدم تفضل في الحته ديت اللي حضرتك تذكرها نحن المسيحيين نؤمن بان الله هو الاب والابن والروح القدس الله اعلن عن ذاته في اقانيم الثلاثه اقانيم الثلاثه فنحن نؤمن ان الله الاب مساوٍ لله الابن مساوٍ للروح القدس هم الثلاثه مع هم الله الذي نعبده للمسيح قال ان التجديف على المسيح يغفر اما التجديف على الروح القدس لا يغفر لأن هي فكره التجديف على الروح القدس هي نسب القوه الالهيه التي كان ممتلئا بها المسيح ان تنسب هذه القوه الى الشيطان ده الذي لاز... لا غفران له. إيه وايضا من الذي يقود الانسان للتوبه يا اخي صحيح؟ الروح القدس طب اذا كان واحد بيجدف على الروح القدس نفسه طب مين هيتوبه؟ دي مشكله. ما خلاص فقد الوسيله فقد الوسيله التي تتوب فالذي يتوب الانسان هو روح القدس والذي م. يقود الانسان للحكم على ذاته والاعتراف انه خاطي وطلب الرحمه من الله هو روح قدس الم يقل المسيح عن الروح القدس انه يبكت العالم على خطيه على بر م. على دينونه طيب اذا كان اللي بيبكت اترفض من الانسان فضل مين يبكته؟ فما فيش اي وسيله. انا بس عايز لان في جمله فكرتني بعد اذنك يا تفضل اتفضل واما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. اتسالت برضو واتبعتت لي اسئله من اشخاص عانوا نفسيا الحقيقه بعد الايمان ويمكن اللي خلاهم يبعتولي يعني آه انهم عايزين ياخدوا راي في مشكله في اضطراب نفسي عندهم. فقالوا لي احنا عندنا هاجس بيقول لنا إن في خطية ما تغفرتش في حياتنا، وإحنا جينا للمسيح ونعتقد إنه قبلنا بس في حاجة بتعذبنا، قلت لهم إيه؟ قالوا لي إحنا قبل الإيمان كنا بنتريق على الوعاظ، وبنتريق على الخدام، واكتشفنا بعد كده إن الناس دول كانوا بيتكلموا بقوة الروح، مم. يبقى هي التريقة دي عليهم هي التجديف على, على الروح القدس، مم. اللي قال عنه المسيح، من قال على الروح القدس كلمة فلن يغفر لهم فدي سببت لهم وسواس والوسواس ده ممكن يتحول في الانسان لحالة مرضية تعذبه تقرقه انا عايز اقول لو حد من المشاهدين عدى في المشكلة دي او حد اتسأل المشكلة دي لا ليس هذا على الاطلاق ليس ان شخصا قبل التوبة والايمان كان واخد موقف الاستهزاء التريقة كنايس ايه وعظ ايه ومثلا ده كله تمثيل لا ده هيتغفر طالما الشخص عمل ايه يا اخ تاب, وامن لكن لو واحد مستمر في الاستهزاء لاخر لحظه في حياته ومات هيتوب امتى اتقفل الباب اتقفل الباب فطالما اليوم اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول قصدت من دي اقول يطمئن كل واحد ان كل الخطايا التي سبقت توبته وندمه ومجيئه للمسيح قد تم دفع حسابها في صليب المسيح تماما احنا نشكر ربنا على دم المسيح الذي يستر كل خطية وكل عيب في العالم اللي احنا بنعيش فيه دلوقت دكتور فريد نحن نعيش في عصر العولمة وبنعيش في عصر الكل بيحاول يوصل لمرحلة من التعايش السلمي وقبول الآخر مم. ولو قبلت كلام غلط على حد الناس بتتهمك إنك ما عندكش روح تسامح مم. أو اللي هي بالإنجليزي بيسموها انتولرنت <applause> إنتولرنت <"Intolerance> معناها ما عندكش مش مستحمل تاني مش مستحمل آه. أخطاء آه. الآخرين ما بتتنازلش على مغلق أيوبي. على رأيك آه. آه. ازاي في العصر اللي احنا بنعيش فيه ده نقدر نقبل الكلام اللي قاله المسيح من هو ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق أليس هذا قول يمكن أن يفهم أنه قول عدائي تجاه الآخرين آه، اكسكلوزيفنس يعني المسيح بيقول ان ما غيره هو وبس فبالنسبة له كل والحقيقة إن... آه. الحقيقة ان ما غيره هو وبس لانه ما هو برضه ليه؟ ليه؟ احنا ليه؟ طبعا ما هو ليه؟ ليه عايزه حلقه؟ عندي وقت اتكلم شويه؟ عندنا عندنا دقيقتين ما هو دقيقتين دول ما يقولوش حاجه لكن ادينا الخلاصه أقول... وممكن ناخد حلقه ثانيه على نفس حاضر الموضوع المختصر المفيد حاضر لماذا ليس الا هو؟ اولا ان هو صرح والكل يجمع ان المسيح صادق فيما يقول وليس مبالغا، ده مش شاعر يا جماعه بيكتب شعر ولا خطيب على منبر بيلهب مشاعر الناس ده شخص متزن عاقل حكيم كل كلمه بيقولها حقيقيه وصادقه مم. قال الرب يسوع في يوحنا 14 ست انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي طيب اذا واحد بيقول ما فيش غيري ولي صديق قال لي لا مش بس هو لكن في غيره يوصلوا عند ربنا او يوصلوا شفعاء وسطاء انبياء رسل يوصلوا عند ربنا أقوله اسف انت صديق وتفضل حبيبي لكن لا مفيش غير المسيح حاجه تاني تلاميذ المسيح قالوا ايه عنه قدام خد بالك قدام مين قدام اعداء المسيح يعني بقى ده هنا مش موضوع توليرانس ده هنا موضوع لم لم الموضوع لحسن هيقبضوا عليك ويموتوك م. قال ايه بطرس ليس بأحد غير المسيح الخلاص ليس اسم آخر قد أعطي تحت السماء به ينبغي أن نخلص إلا المسيح طيب فهو الحل الوحيد أخذ واحدة ثالثة تفضل أعمال عشرة بطرس بيكرز أمام أمم جماعة آه وثنيين رومان في بيت كرنيليوس في بيت كرنيليوس بيقول لهم إيه له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به بالمسيح ينال باسمه غفران الخطايا. يعني بصراحة بقى من الآخر اللي ما يشهدش للمسيح إن هو ده غافر الخطايا الوحيد يبقى مش هعتبره من ضمن الأنبياء. دكتور فريد أنا أشكرك لأن الكلام اللي بتقوله ده كلام في الصميم. وده كلام احتياج كل شخص فينا إن كنا مخلصين ونرغب أن نجاوب على السؤال أمين. كيف نصل للحياة الأبدية أمين. بشكرك جدا دكتور فريد الكلام اللي عندنا كتير لكن هنضطر ناخد حلقات تانية نجاوب على بعض الأسئلة الأخرى أمين. شكرا على وقتك وقبولك الدعوة أمين. ربنا يباركك. يباركك عزيزي المشاهد بشكرك جدا على استماعك لحلقة النهاردة وأنا عارف ربما هذا البرنامج أثار تساؤلات كثيرة داخلك نحب نسمع منك ابعت لنا تساؤلاتك وبعت لنا حتى انتقاداتك مش لازم توافق معنا في اللي احنا بنقوله نحب نتناقش مع بعض لكن أنا هنهي البرنامج النهاردة بالآية اللي قالها الدكتور فريد اللي مأخوذة من الكتاب المقدس لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ربما انت جدفت على المسيح قبل كده ربما شتمت طريق المسيحية والمسيحيين قبل كده ربما استهزأت ربما اعتبرت ان المسيحيين كفار ومشركين او ايا كانت المسميات لكن الله يستطيع ان يغفر لك ان انت تبت وجئت اليه بقلب مخلص تطلب الغفران الكتاب المقدس بيقول اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره ليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا فانه يكثر الغفران. ربنا يقدر يقدم لك الغفران ان انت طلبت بقلب مخلص، تحب تعمل كده؟ اتمنى من كل قلبي انك تاخد الخطوه، خلي عندك شجاعه وخلي عندك جراءه. ما تخافش لان المسيح ضمن ليك الحياه الابديه. تحيا هنا في سعاده وتستمر الحياه الابديه معاه الى الابد، الى ان نلتقي في الحلقه القادمه، ربنا معاك.